لماذا تحزن؟ لماذا تحزن وبين كل دقيقة ودقيقة فرج من رب السماء؟ لماذا تحزن ورزقك مكتوب وعمرك محسوب وأجلك لا تعلم متى سيكون؟ لماذا تحزن وربك أرحم بك من الأم بالمولود؟ لماذا تحزن وإذا استغفرت يرزقك ربك وتنجلي كل الهموم؟ لماذا تحزن وربك إذا أراد شيء قال له كن فيكون؟ لماذا تحزن وثقتك بربك ليس لها مثيل؟ لماذا تحزن وتفاؤلك وابتسامتك أجمل من الحزن بكثير؟ لماذا تحزن إذا انكسرت؟ اسجد لله وقل يا جبار اجبرني. وإذا انظلمت اسجد بين يديه وقل يا عدل انصرني. وإذا احترت اسجد بين يديه وقل يا بصير أرشدني. وإذا احتجت لشيء اسجد لله وقل يا مجيب أجبني. وإن اشتقت للحنان لن تجد أحن من حضن الأرض وأنت ساجد لله. وإن ضاقت بك الدنيا ولم تجد صاحب فاعلم أن الله أقرب إليك مما تتخيل. ثلاث لا بد أن تستقر في ذهنك: لا نجاة من الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا سلامة من كلام الناس. يقول أحد الصالحين: إذا ضاقت في وجه الدنيا قرأت صفحات من القرآن وما هي إلا أيام، ويفتح الله لي من حيث لا أحتسب رزقا وعلما وفهما. عندما نتأمل بداية سورة طه في قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نعرف أن القرآن سبب للسعادة والبعد عن الشقاء. ولو تأملنا نهاية نفس السورة عند قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نعرف أن من أهم أسباب الضنك والضيق والكآبة هو البعد عن كتاب الله وذكره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. تأملوها يرحمكم الله: ما أجمل الفجر، فريضته تجعلك في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، وتجتمع فيها ملائكة الليل والنهار. إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاذبية القرآن، الذين يعيشون مع القرآن تلاوة وحفظا ينفردون بخاصية رائعة، فهم كلما استمالتهم الدنيا جذبهم القرآن إليه بلطف فعادوا تائبين. كم من الهموم انفرجت بسبب ركعة، وكم من الأمراض شفيت بسبب دعوة، وكم من أمور تيسرت بسبب دمعة. بثوا شكواكم لخالقكم فإنه يجيب دعوة المضطرين. نحن في امتحان، وفي أي لحظة قد يتم سحب ورقتك وينتهي وقتك الذي خصصه الله لك. فضلا ركز في ورقتك واترك ورقة غيرك. أثت قبرك بأجمل الأثاث: الصلاة والصدقة والقرآن والدعوة إلى الله. بادر قبل أن تغادر، بادر قبل أن تغادر. رجاء بعد سماعها أرسلها ليستفيد غيرك ويدعو لك بالخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسعدكم الله في الدارين.